في حلقة اليوم سنتحدث عن معجزات في سفر الأعمال. أعزائي من بستان جتسماني، أريد أن أتحدث عن المعجزات في سفر أعمال الرسل. إنها كثيرة، عديدة، متنوعة. سفر أعمال الروح القدس، سفر أعمال الرسل، سفر الرب المقام الحي يسوع المسيح الذي يصنع المعجزات. اخترت هذا المكان مكان مقدس، بذكرنا في آلام المسيح وصراع المسيح في هذا البستان. وأتذكر الآيات من سفر إشعياء اللي اقتبسها البشير متى في الإصحاح الثامن، قائلاً عن يسوع المسيح: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا، أو كما قال عنه الرسول بطرس: الذي بجلدته شفيتم. ألام جراح المسيح، بل موت المسيح وقيامة المسيح، إنه حي يستطيع أن يجري المعجزات والشفاء. أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع من هذا المكان. أدعوك لكي تسمع وتفتح قلبك. إذا بتواجه مشكلة، تأكد أن المسيح حي، يمكنك أن تصلي والرب رح يعمل شيء معك في هذه الحلقة. سأعود بعد قليل. تابعونا على هذه القناة كل أسبوع لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة كل أسبوع من حلقات الكنيسة الأولى رحلة في سفر أعمال الرسل. أنا موجود أمام كنيسة الجسمانية. هذه الكنيسة بنيت فوق بستان جتسماني، المنطقة تسمى معصرة زيت. في هذا المكان جاء المسيح وصلى، في هذا المكان ألقي القبض على المسيح وصار إلى وادي قدرون ليحاكم أمام قيافة. قال الله: في الأيام الأخيرة أفيض من روحي على جميع البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي رجالا ونساء أفيد من روحي في تلك الأيام، فيتنبؤون كلهم، وأعمل عجائب فوق في السماء ومعجزات تحت في الأرض، يكون دم ونار ودخان كثيف، وتصير الشمس ظلاماً والقمر دماً قبل أن يجيء اليوم البهي العظيم، يوم الرب، فمن دعا باسم الرب يخلص. يا بني إسرائيل، اسمعوا هذا الكلام. كان يسوع الناصري رجلاً أيده الله بينكم بما أجرى على يده من العجائب والمعجزات والآيات، كما أنتم تعرفون. أعزائي من بستان جتسماني، أريد أن أتحدث عن معجزات المسيح في سفر أعمال الرسل. اخترت هذا المكان لأنه بالواقع أنه ابتدأ عمل الفداء من هذا المكان، عندما جاء المسيح إلى هذا المكان ليصلي في هذا البستان. هذا البستان طبعاً في سفح جبل الزيتون، وهذا الجبل يفصل عن البلدة القديمة في أسفل الجبل. البستان جميل جداً، يعتبر مقدس لدى المسيحيين. مع هدوء وجمال هذا المكان، إلا أن المنطقة مزدحمة، تستطيع أن تسمع أصوات، و
أصوات أو زمور أو كلاكس السيارات إلى آخره، لكن الذي يأتي إلى الداخل يشعر بهدوء وراحة لأن المكان مقدس. كيف ولا إنه في المدينة المقدسة أورشليم، تستطيع أن ترى البلدة القديمة من الجهة الأخرى مع الأسوار أو البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية. هذا البستان يسمى جتسماني، أي معصرة زيت جاتشمينيم، وتعني أيضا الزيت المقطر. هذا البستان كان يحلو للمسيح أن يأتي إليه لكي يختلي، لكي يصلي في هذا المكان، ولكي يكون مع التلاميذ لوحده. فأطلق على كل المنطقة الجسمانية نسبة إلى هذا البستان، ولأنه أيضا اكتشفوا معصرة زيت، وبالواقع كل الجبل اسمه جبل الزيتون. في هذا البستان تستطيع أن ترى كثير من أشجار الزيتون، لكن الشيء المميز في 8 شجرات، وهذه الشجرات بعود تاريخها بين 1500 لل2500. هذه الشجرة مثلا 2000 سنة، الشجرة التي أمامي حوالي 2500 سنة. لربما تستغرب، ألا تموت الشجرة؟ شجر الزيتون يحافظ على الإخضرار كل أيام السنة، فيعمر طويلا، وعندما يموت الجذع الخارجي يطلق طبعا أغصان جديدة من داخل الشجرة، فهكذا تعيش شجرة الزيتون. ويعتبر شجر الزيتون رمز للسلام ومقدس للناس في هذه البلاد. الزيت كان يستخدم العصر الأولى حتى ينيروا السرج في منطقة الهيكل، والعصر الثاني كان يستعملوها للأكل، والعصر الثالث كان يستعملوها للدهون أو الصابون. فاستعمال الزيت في كل أنواع المأكولات، في كل أنواع الأشياء، تستطيع أن ترى الزيت أو الزيتون في هذا المكان. المكان جميل ومقدس. لربما صلى المسيح تحت إحدى الشجيرات، هذه أشجار الزيتون. في هذا المكان صار المسيح على الأقدام، حقا إنه مكان مقدس. الكنيسة طبعا شيدت وبنيت تخليدا وتكريما لهذا الحدث، لأنه إذا بتذكروا معي في بستان جتسماني ليلة القبض عليه جاء المسيح وصلى في هذا المكان، وقال للتلاميذ: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ كان بيتألم، كان بصارع في هذا المكان. في هذا المكان استل بطرس السيف وقطع أذن عبد رئيس الكهنة، لكن المسيح شفاها. في هذا المكان جاء يهوذا الإسخريوطي وسلم المسيح بقبلة. بل بهذا المكان كان المسيح يصارع ويصلي إلى الله: إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتي لا إرادتي بل إرادتك. من أجل هذا بنيت هذه الكنيسة، تسمى كنيسة النزاع، أي كنيسة الصراع، لأنه كان يصارع ونزلت قطرات عرقه كقطرات دم. عندما تدخل إلى داخل الكنيسة، مهندس الكنيسة بناها بطريقة جميلة جدا. أي شخص بيدخل بيشعر بالحزن، أي شخص بيدخل بيشعر بالخشوع والوقار، ولسيما عندما تركع أمام المذبح فوق الصخرة الأصلية، الصخرة التي صلى عليها يسوع ونزلت قطرات عرق وقطرات دم. هذا المكان جميل. بنيت الكنيسة الأولى في أيام البيزنطيين، ثم هدمت في سنة 614، أعيد بنائها في فترة الصليبيين في القرن 12، وطبعا أعيد بنائها حديثا في سنة 1920. المكان بذكرنا بحضور يسوع المسيح. من هذا المكان أريد أن أتحدث عن معجزات المسيح. لربما أنت تحتاج إلى لمسة شفاء، يمكن مش موجود زيت بجانبك، لكن بالإيمان قادر إنك تشفى. بقدر ما نعرف، فإن المسيحيين يحددون موقع بستان جثماني عند سفح جبل الزيتون على الجانب الآخر من وادي قدرون، وهو موقع يتوافق مع الأناجيل الأربعة. اسم هذا الموقع التاريخي هو بستان جثماني، يعني معصرة الزيتون،
ويعكس هذا الاسم بصورة جيدة كيف كانت تبدو حدائق الزيتون الكثيفة الواقعة على هذا المنحدر الغربي لجبل الزيتون. يقدر عمر أشجار الزيتون الموجودة في الموقع التقليدي للبستان بما يقرب من حوالي 1000 أو 2000 عام، وتوجد بجوار بستان أشجار الزيتون كنيسة جميع الأمم. تم هنا بناء كنيسة بيزنطية وكنيسة حديثة، وقد تم بناؤهم بالتتابع في هذا الموقع، حيث يعتقد أن يسوع صلى إلى الآب قبل ساعات من صلبه. وتشتهر كنيسة جميع الأمم الحديثة بالفسيفساء الجميلة الموجودة على واجهتها. لابد أن يسوع قد مر بالقرب من هذا المكان عندما دخل رسمياً إلى مدينة أورشليم يوم أحد الشعانين قبل إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة بأربع ساعات. أعزائي، أواصل حديث من بستان جتسماني عن معجزات المسيح في سفر أعمال الرسل. توجد معجزات كثيرة ومتعددة لا حصر لها في سفر أعمال الرسل. اسمح لي أريد أن أقرأ بعض هذه المعجزات التي حدثت في سفر أعمال الرسل. موهبة الألسنة المعجزية حدثت في يوم 50 في هذا المكان في أورشليم. شفاء الأعرج عند باب الهيكل الجميل، أعرج كان له 40 سنة. بطرس قال له: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري، قم وامشي. فشفي ليس بعيد عن هذا المكان. حكم بطرس على حنانية وسفيرة بالموت في أعمال إصحاح 5. إطلاق سراح الرسل من السجن في أعمال الرسل إصحاح 5. شفاء إنياس بواسطة بطرس في أعمال إصحاح 9. إعادة الحياة لغزالة، أو اسمها أيضا طبيثة، أقامها بطرس الرسول في منطقة يافا. رؤية بطرس الملاءة النازلة من السماء إصحاح 10. إطلاق سراح بطرس من السجن إصحاح 12 كان بمعجزة، الملاك أخذ بطرس والأبواب مغلقة. الملاك يميت هيرودس في إصحاح 12. الحكم بالعمى على عليم الساحر في إصحاح 13. بولس يشفي المقعد في مدينة لسترا في آسيا الصغرى في إصحاح 14. بولس يستعيد الحياة بعد رجمه في لسترا إصحاح 14. رؤية الرجل المكدوني يطلب العون أو المعونة في إصحاح 16. بولس يخرج الأرواح الشريرة من الجارية في فيليبي إصحاح 16. وأواصل حديثي. إطلاق سراح بولس وسيلة في السجن في فيليبي بواسطة زلزال. إقامة أفتيخوس من الموت في إصحاح 20. الشخص كان راجع من الشغل، موجود على الشباك على النافذة، ولربما لبرودة الطقس، وبولس وعظ طويل فنعس وسقط، لكن أقاموه من بين الأموات. ونبوة أغابوس طبعا تعتبر معجزة. بولس ينفض الأفعى من يده دون أن يتضرر في جزيرة مالطا في أعمال 28. بالإضافة إلى هذه المعجزات مكتوب: صنع الرسل آيات وعجائب في إصحاح 2. مكتوب: صنع استفانوس أول شماس أول شهيد المسيحية آيات وعجائب عظيمة في الشعب إصحاح 6. مكتوب: وصنع فيليبوس آيات وقوات عظيمة في الإصحاح 8 في منطقة السامريين طبعا. وصنع برنابا وبولس آيات وعجائب في إصحاح 15. وصنع الله على يدي بولس قوات غير معتادة في إصحاح 19. مكتوب: كانوا يأتون بالمناديل والمآزر تلمس الأجساد فكانت تشفى من الأمراض، والأرواح الشريرة كانت تخرج أيضا. العجائب التي أجراها بطرس الرسول، مكتوب: بطرس لما كان يسير حتى لو ظله يخيم على الناس
كانت تشفى من الأمراض. أعداد لا حصر لها، أعداد هائلة من الناس شفيت باسم الرب الحي يسوع المقام من بين الأموات، وبعمل قوة الروح القدس اللي أعطى القوة للتلاميذ أن يجروا مثل هذه المعجزات. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل لصلاة الساعة الثالثة بعد الظهر، فإذا بعض الناس يحملون رجلاً كسيحاً منذ مولده، وكانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل المعروف بالباب الجميل ليستعطي الداخلين. فلما رأى بطرس ويوحنا يدخلان الهيكل طلب أن يتصدقا عليه، فتفرسا فيه، ثم قال له بطرس: انظر إلينا. فنظر إليهما متوقعا أن ينال شيئا، فقال له بطرس: لا فضة عندي ولا ذهب، ولكني أعطيك ما عندي، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسك بيده اليمنى وأنهضه، فاشتدت قدماه وكعباه في الحال، فقام واثبا وأخذ يمشي. ودخل الهيكل معهما ماشيا قافزا يمجد الله، وشاهده الناس كلهم يمشي ويمجد الله، فعرفوا أنه هو الشحاذ الذي كان يقعد عند الباب الجميل، فامتلأوا حيرة وعجبا مما جرى له. أعزائي، واصل حديثي عن معجزات المسيح من بستان جتسماني. قال يسوع: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. هذه الآيات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين باسمي، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. يقول الكتاب عن التلاميذ: أما هم فخرجوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. في إنجيل يوحنا إصحاح 14 آية 12 قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. هذه كلمات قوية جدا، وعد المسيح للتلاميذ أنهم سيجرون المعجزات، سيعملون أمور عظيمة جدا بل أعظم، لأنه ذاهب إلى الآب ليرسل الروح القدس، فبقوة الروح القدس كانوا يعملوا كل هذه الآيات. هذه المعجزات كانت باسم الرب يسوع المسيح الحي المقام من بين الأموات، اللي وراه كل جلال اللاهوت والسلطان والقدرة أيضا. قال: ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. هذا الاسم اسم على مسمى، مش مجرد أي كلام، بيحمل وراء هذا الاسم قوة وقدرة عظيمة جدا بل جبروت وسلطان. دعني أوجه لك هذا السؤال: هل سألت باسم يسوع المسيح؟ هل تمر في مشكلة معينة، في ظرف صعب جدا أو خطير، أو مقيد بقيود تحتاج إلى حرية؟ صلي باسم الرب يسوع، وأنا متأكد أن الله سيعمل معك، لأنه اسم حي، اسم قوي جدا. مهما سألتم، إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. العجائب طبعا كانت تجرى باسم يسوع، وما زالت تجرى أيضا باسم يسوع. في أعمال الرسل إصحاح 4 آية 29 بعد التهديد: صلوا الرسل وقالوا: امنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. ثم قالوا: بمد يدك للشفاء
ولتجرى آيات وعجائم باسم فتاك القدوس، أي الرب يسوع الحي المقام من بين الأموات. أعزائي، حتى بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا الإصحاح 15، اسمع ما قال: بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله. بيتكلم عن الكرازة إنه وصلت إلى كل أنحاء الأرض حتى الليركيون. فإذا إخوتي وأخواتي، المعجزات في سفر أعمال الرسل كان جزء طبيعي لخدمة الرسل. ليه؟ بكل بساطة، حضور المسيح كان معهن وسلطان المسيح. ألم يقل يسوع المسيح: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر؟ ألم يقل لهم: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا بهذا السلطان؟ فأنت حامل اسم يسوع، حضور يسوع وسلطان يسوع، أكيد في أي مكان كان يحضر يسوع ما زال يحضر، بغير، بيعمل، بيجري معجزة. لكن هذا الموضوع أحبائي أسيء فهمه. البعض يعتقد أنه عصر المعجزات انتهى من أيام الرسل، والبعض يسيء استخدام المعجزات في هذه الأيام. فأقول أحبائي، يسوع المسيح هو حي، هو أمس واليوم إلى الأبد. وعندما قال الكتاب هذه الآيات تتبع المؤمنين، يعني شيء صار وسوف تستمر، في لغة الماضي المستمر باللغة اليونانية الأصلي. فجزء طبيعي لخدمة الرسل ولأي خدمة مسيحية. هذه المعجزات أعطت مصداقية وبرهان واضح ودليل أن المسيح قام من بين الأموات، وأنه حي، وأنه وعد ووفى بوعده أنه يعمل من خلال تلاميذه. هذه المعجزات طبعاً ما انتهتش، كانت متعددة، كانت كثيرة، كانت متنوعة. كل غرض المعجزات كانت إظهار مجد المسيح وامتداد الكنيسة إلى كل أنحاء الأرض، وتقول إنه المسيح حي. إخوتي وأخواتي، اليوم يمكن أنت بتسمع عن معجزات. المعجزة لازم تكون شيء علني، شيء مرئي، شيء فوري، مش مجرد تكهن أو تخمين. المعجزات في سفر أعمال الرسل كانت واضحة جداً، وأنا أؤمن أنه ما زال الله بيصنع المعجزات، وأنا أؤمن أنه الله ممكن يصنع معاك معجزة. هل تعلم أنه أعظم معجزة هي معجزة الخلاص؟ يغير الإنسان الخاطئ، القلب المظلم، اللي عايش في العمى الروحي، المقيد بالأرواح النجسة والشريرة والشهوة، بحولك إلى قديس، بيكتب اسمك في سفر الحياة وبيعطيك حياة أبدية. وصلي إنك تفتح قلبك ليسوع المسيح. أعزائي، لسنين عديدة معظم المسيحيين في أحد الشعنين أو أحد السعف بيحتفلوا سيراً على الأقدام من بيت فاجي من جبل الزيتون نزولاً في هذا الطريق، طريق الكنائس، من الجهة الأخرى كنيسة يسوع الباكي عندما بكى ورثة أورشليم. طبعاً هذه الكنيسة كنيسة النزاع أو كنيسة الأمم في كنيسة بستان جتسماني، وطبعاً من الجهة الأخرى الكنيسة الروسية كنيسة مريم المجدلية القبب المذهبة. نزولاً من هذا الطريق دخولاً إلى بلدة القدس القديمة حتى يحتفلوا في أحد الشعنين. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة،
حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. أعزائي، بالختام دعني أوجه لك هذا السؤال: أتؤمن بيسوع المسيح؟ أتؤمن بعمله الكفارة على الصليب؟ أتؤمن بقيامته؟ أتؤمن أنه حي؟ أتؤمن أنه قادر أن يصنع معجزة معك في هذه اللحظة؟ اسمع ما يقول الكتاب المقدس: أمريضاً أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت، وإن كان قد فعل خطية تغفر له، وصلاة الإيمان تشفي المريض. طبعاً أنا موجود في هذا البستان وتحدثت عن شجر الزيتون، العصرة الأولى للزيت. هذا الزيت كان يستخدم بالمسحة ويستخدم أيضاً بمسحة الشفاء. لربما أنت تحتاج إلى لمسة شفاء، يمكن مش موجود زيت بجانبك، لكن بالإيمان قادر أنك تشفى. في شروط لاستجابة الصلاة: أولاً ينبغي أن تكون طاهر، مكتوب: إن راعيت إثماً في قلبي لا يستمع لي الرب. شيء ثاني: ينبغي أن تكون الصلاة بحسب مشيئة الله. شيء ثالث: الصلاة لازم تكون لمجد الله حتى يتمجد الآب بالابن. الصلاة المفروض تكون مش أنانية: تطلبون ولستم تمتلكون لأنكم تطلبون ردياً، قال الرسول يعقوب. والصلاة ينبغي أن تكون بالإيمان، وليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، كما قال مرقس أيضاً في مرقس 11:24: ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم. وصلاة الإيمان تشفي المريض. ثم هذه الصلاة ينبغي أن تكون باسم الرب يسوع المسيح. أصلي باسم الرب يسوع أنه يشفيك، أنه يعطيك الحرية، وأنك تتمتع بغفران الخطايا وتحصل على الحياة الأبدية. على فكرة بحب أسمع منك، اتصل أو اكتب لنا. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن حنانيا وسفيرة. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-666-07 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو على العناوين التالية: